اهلا بيك يا دكتوره زينب المحمود على الهاتف. دكتوره زينب اهلا بحضرتك. يا هلا يا هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. عندما يلقبك الاستاذ ابراهيم بالفصيحه هي عنوان الزاويه اللي حضرتك بتكتبيها، يعني انا لم اضف شيئا الحقيقه. لا والله، يعني رصانه في الكلمه وشيء جميل جدا، اسعدتينا بيه والله. والله يعني لو قلت لك ها هو الوجدان رفيعا والبيان مطيعا، انا اليوم معاكم ان شاء الله بحس له نبس وبوح فيه منح. لقاؤنا هذا رقائق اذواق ان شاء الله ودقائق اشراق. بدايه صراحه اشكركم على هالاستضافه الطيبه في برنامج كبير ملك وكتابه، ومع المهندس القدير الصراحه افتخر اني اليوم اتكلم مع المهندس عدلي القيعي رمز الاهلاوي الكبير، ومع الاخ العزيز الاستاذ ابراهيم المنيسي. وكل الشكر الصراحة على يعني تقديركم لي في نشر المقال مجلة الأهلي العريقة، وألف ألف مبروك افتتاح الفرع الجديد في التجمع الخامس. وبعد يعني صراحة كل شيء بالمبارك عليكم، يعني حسيت أن المقال يا وكل شيء صار فيه بالبركة يعني. وألف ألف مبروك على فوز الأهلي بالأمس، النتيجة 2-1، العيال يشوفون يعطوني النتيجة. وصراحة يعني لو قلت يعني أقول لكم كلكم يعني مشكورين الصراحة، لكل محبي الأهلي أهل المحروسة. إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم، إن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا. الله الله، ده كلام. أوجه الشكر الكبير حق زميلي الصحفي شريف عبد الغني في جريدة العرب اللي كان يعطيني معلومات كثيرة عن الأهلي، والكاتب والكابتن محمود الخطيب. وشكر أيضا للزميل الصحفي أسامة السويسي اللي ساهم في نشر المقال على وسائل التواصل الاجتماعي، ومعه ايضا الصحفي اخوي اكرام الرديني. وشكرا لكل جمهور الاهلي الغالي اللي حاطوني بعاصفه، عاصفه كانت ترى، عاصفه حب جميله. دكتوره زينب، بمنطق الشاعر والاديب وعمق الرؤيه، انت شايفه حضرتك دور الرياضه والكره بالذات باعتبار ان ده النشاط الرياضي الاكثر التصاقا من الجماهير، دور الكره والرياضه في الربط بين الشعوب العربيه من خلال النوافذ الاعلاميه ايه؟ يعني صراحة احنا ما نقدر يعني لا نستطيع ان احنا نخفي دور الرياضة. قاعدين نشوف يعني الرياضة قربت الشعوب، ويمكن كأس العالم في قطر كان أكبر مثال. يعني احنا لما نتكلم عن الأهلي فاحنا بعد عندنا الأهلي، عندنا يسمونه العميد. يعني ودور الكورة عندنا صراحة قرب الشعوب، حتى غير من مجرى الحياة عندنا في قطر. صرنا كلنا نهتم في الكورة، يعني حتى أنا ما عندي في أجنداتي يعني مثلا من نوع اللي أتابع الكورة وأشوف المباريات، بس صرت أشوف المباريات الكبيرة الفاصلة. يعني عفوا يعني صرت اشوف لازم، لاني ام وعيالي يشوفون فلازم اشوف معاهم لازم. يعني حقيقه صرت اتابع الكوره في المباريات الكبيره، ولو كان يعني هاي يعني مش من النوع اللي مثلا يكون عندي وقت اني حتى اشوف يعني. والله احنا عندنا التقليد في النادي الاهلي عندما يفوز بالبطولات يضع نجمات تدل على عدد البطولات، واليوم يترصع بنجمات في استقطاب المفكرين النابهين المثقفين امثال حضرتك، كلها اوسمه يعتز بها النادي الاهلي. يعني شوف سبحان الله، لو قلت لك ان المقال يعني كتبته بالبركه، يعني ما كان مثلا ما كنت اعرف الكم الكبير يعني من الجماهير وصدى المقال بياخذ المجرى هذا يعني. فسبحان الله المقال انكتب، يعني كنت اجلس مع اسره مصريه وعندي وايد ربع مصريين، فكانوا دائما يذكرون لي يعني انت عامله زي الاهلاوي يعني انت كده انت حب كبير يعني انت. فكنت اقولها الاهلاوي من؟ فيقولون لي هاي الاهلاوي حاجه كبير قوي. فالمهم ان الناس يعني دائما كذا مره سمعت هالتعليق، وذكروا لي الاخ الفاضل محمود الخطيب يعني بكل خير، وانه هو شخص متفرد وما يكرر الزمن. تدري يعني الواحد انا حتى كنت حاسبه في البدايه شاعر، فرحت بحثت عنه يعني محمود الخطيب، قلت خلنا نروح نشوف يعني لاني مالي في الكوره الصراحه. بحثت عنه وصراحه يعني شفت المشهد العجيب والناس تستقبله في مطار حمد الدولي، وكم لهالشخص يعني من قبول ومحبه وتقدير. عشان شي انا سبحان الله يعني الموضوع اكبر من الرياضه، يعني المساله مش مساله رياضه، المساله مساله كبيره وايد، في قيمه كبيره اللي هي الاخلاق، السمعه الزينه. يعني صراحة كتبت تعلموا من الأهلي كبير العرب وإفريقيا. أنا كتبت كل اللي في خاطري في هذا المقال، وما توقعت ردة الفعل اللي صارت من الجماهير والأصدقاء. والأجمل
يعني من ذي كله مفاجأته لي في اتصاله، حتى اصلا كنت مو مصدقه انه هو اللي متصل، اول شيء ظنيت انه برنامج بيكلمني، بس طلع هو بنفسه بذاته مكلمني. كابتن خطيب يعني صراحه سمعته وايد طيبه، وايد افتخر انه يعني احيانا مثلا يعني يقولون لي يعني يذكرون اسمه في السمعه الطيبه، يعني مثلا اذا ذكروا عيلتي بالخير والسمعه الطيبه فيذكرونه هو، فهاي اللي ايضا جبلني على البحث عنه. حديثه كان وايد عفوي ويعني دلل لي على كرم اخلاقه، ما كان في يعني حتى بيني وبينه ما كان في اي تكلف، لان اصلا قلت لك صار شيء بالبركه، مقال طلع كذي، يمكن انا كتبت اكثر من 500 مقال لكن لم يلاقي هذا الصدى الصراحه. دكتوره زينب، يعني عندما تتوغلين باذن الله في تاريخ النادي الاهلي هتكتشفي قصه حب وملحمه بقالها من 1907، ويعني الكابتن الخطيب هو اخر سلسله من عظماء ورموز كتبوا هذه القصه بشكل مختلف، كله انتماء وحب وانكار ذات وتمسك بالقيم والمبادئ والاخلاص للوطن والاتساق مع اهداف الوطن. ننتظر منك المتابعه وننتظر منك كلام مختلف عن النادي الاهلي، لان انت طمعتينا بصراحه. يعني صراحه بقول لك يعني كنت اسمع ان كل مصري ينولد لازم بالضروره يكون اهلاوي بالفطره يعني، فسبحان الله. شوف يعني والله انها شيء عظيم، يعني لما تشوف ان الاهلي منظومه متكامله اخلاق ورياضه واقتصاد، ويقول لك ان الاخلاق اللي ما عنده اخلاق خلاص هو ما له يعني مكان في هالكيان، والله شيء عظيم صراحه. يعني احنا اذا نسوي برامج في الاخلاق فلما يكون فيها كوره وفيها تعرف الكوره بعد عصب الحياه الحين ويندمج في الاخلاق، والله هاي تاريخ يجب ان يدرس يعني. وصراحه عندما يقال الاهلي ياتي الرمز الاخلاقي، يعني الكابتن محمود الخطيب مش بس احتراف مثلا كوره، لا يعني عفوا انا يمكن قلت لك ما افهم في الكوره، بس قاعد افهم ان هذا رجل سمعته وايد طيبه، يعني وايد بوزين، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني حسن السيره والسريره، يعني رمز حق الاخلاق، يعني هذا شيء وايد عجيب. يعني لا تسال المراه عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر، سبحان الله. جبت طاري يعني تشوف الناس على اختلاف مشاربهم، شوف انا الردود الموجوده في السوشيال ميديا على كل مواقع التواصل ما في حد، يعني انت تخيل هذول الناس على اختلاف مشاربهم واطباعهم كلهم يذكروه بالخير. انت تدري يعني مواقع التواصل ساعات يجي لك واحد زعلان يعني ممكن يقول كلمتين كذي يعني سلبيه، لكن انا ما شفت حد قال شيء سلبي، الكل يعني صدق اقول لك، يعني اقول ان الحكيمه اذا ما فتنه نجمت فهو الذي بحبال الصبر يمتسك، لا يراس الناس في عصر نعيش به الا الذي لقلوب الناس يمتلك. بالفعل يعني اخوي محمود الخطيب امتلك قلوب الناس، وهنيئا لك اخي الغالي واسرتك الطيبه وشعب مصر النموذج الحلو الناجح بالاجماع بشهاده الارض، يعني وان شاء الله دائما تفوزون وتنجحون ان شاء الله في كل مبارياتكم الصراحه. وفي صدى وايد حلو الصراحه خاطر اقوله، يعني صدى المقال كان بالنسبه لي عجيب، يعني اخذ ردود فعل مختلفه، يعني اول مره يصيدني ذهول، فكان في راضي وفرحان وطبعا هم الاغلب، وفي بعضهم كان يحس بالفخر والاعتزاز، يعني يتصل لي يذكر لي ذكرياته مع الاهلي، قاعد يزيد معلوماتي، قاعد يشجعني، انا ما ادري يشجعوني على ايش. وحسيت انه بعد حسيت اني فايزه، يعني انا حسيت كان انا لعبت مباراه وفزت، وحسيت بنوع من بصراحه اقول لكم في لحظه واحده حسيت اني تورطت. حضرتك كتبت 200 شعر، كتبت 200 شعر لكابتن الخطيب في حافته في المقاله مش كده؟ ايوه. وجيان الفراشة لب قلب أنيسة جدها نعم المحب، تراها فلة في روض زهر وفي الظلماء نور بل هي شهب. الله عليك، أهلا بك. إيه وإن شاء الله إن شاء الله. أشوف سبحان الله كل شوي أسمع مثلا يقول لك أنها القلعة الحمراء، أقول يا ربي أي قلعة؟ ما أدري هي في الأندلس، بعدين أكتشف أن بعد الأهل يسمونها القلعة الحمراء. فسبحان الله وأشوف ردود الناس، حتى سبحان الله يعني اليوم اللي طلع فيه المقال يكلمني اخوي يقول لي ترى جمهور الاهلي في قطر يا زينب يكلمني، انت عامله ايه؟ اقول له ما سويت شيء بس كتبت مقال. يقول لي انت ترى انت سويت شيء كبير، ترى انت مش عارفه الاهلي ايه؟ يقول لي الاهلي شيء كبير. فيعني سبحان الله، حتى سبحان الله من المواقف الطريفه ان في استاذ جامعي يعني دخل على طلابه في القاعه الدرسيه وقال لهم اليوم مش حزعل ومش حعصب، خلاص اي حد بيزعلني انا ما بزعل، اليوم يوم يوم الاهلي ويوم الانتصار. فشوف يعني في اشياء يعني حلوه صارت صراحه، فرحت زملاء العمل بالمقال،
ونشر المقال على صفحات جامعة قطر وايد أسعدني. أنا دكتورة في الجامعة واستانست إن زملائي كلهم استانسوا وزميلاتي والكل كان أقول لك حسيت إني خذيت شهادة دكتوراه. صحيح صحيح. الحياة دكتور تفضلي تفضلي تفضلي. لا لا تفضل حسن. أنت حضرتك أشرت في المقال إلى إنه النادي الأهلي من فرط ارتباط العرب به تيمنا باسمه ما في دولة عربية تخلو من اسم الأهلي. بالضبط. واحنا عندنا الاهلي يسمونه العميد بعد. اي سبحان. بس انتم عاد الاهلي عندكم ما شاء الله مسوي وطن، احس انه هو وطن بروحه يعني. كابتن الخطيب وجه لحضرتك الدعوه لزياره النادي مش كده؟ اي والله قال حياك الله مصر ولازم لازم تجين، وحتى هالكلمه خلت يعني وايد ناس يقولون زينب خذينا معاك عاوزين نتصور معاه. اقول لهم صلوا على النبي يا جماعه، يعني يا جماعه ترى المساله مساله مقال. فحسيت اقول لك حسيت يعني بشعور يعني في شيء من الذهول يعني سبحان الله. انا يعني يمكن اعرف قيمه النادي بس بعد لما عشت اجواءه حسيت انه لا الموضوع كبير يا جماعه، الموضوع كبير وايد. دكتوره احنا يعني خاطر بعد اقول لك قصه عجيبه. احنا عندنا يعني وصلني مسج من سيده فاضله اسمها تغريد، وهذه مسؤوله فاضله احنا يعني اشتغلت معاها 10 سنوات. انسانه قديره يعني، تقول لي قرات مقالك الذي اثلج صهي مصريه، قالت اثلج صدري وارجعني لايام شبابي. وبيبو كان على ايام شبابي ولما تزوج وخلف بنت اسمها رنا اقسمت ان اول بنت حجيبها بسميها رنا. وصدق وبالفعل عندها بنت اسمها رنا، عجيب يعني. هاي بعد سبحان الله يعني اقول لك الاجواء كانت اصداء المقال كانت كبيره يعني. حتى في موقف ظريف صراحه، انا عندي شركتين فكنت بوقع عقد مناقصه مع شركه اخرى، فاتصل فيني المسؤول وقال لي بلاش خلاص شكرا خليكي مع الاهلي احسن. هو زعلان. اهلا بك يا اهلا وسهلا. دكتوره احنا يعني مش عارفه اصلا يعني، حتى رفيجتي تقول لي انا وزوجي كنا متخانقين بس لما قرا مقالتك قال والله صديقتك كاتبه مقال عن الاهلي اليوم ما في زعل. يعني سبحان الله يعني اقول لك الاصداء حلوه يعني وشيء عجيب سبحان الله. الحمد لله. الله يخلي لكم ان شاء الله الاهلي ويخلي لنا كلنا ان شاء الله. صراحه كتبت في ابيات شعر بختمها بس ابي اسمعكم الحين. اتفضلي. انا يعني بقول في القلعه الحمراء وعجبني الاسم، في منبر الحمراء جل لقائي وتعاظمت في مصر ذي الكلمات، في معقل الابطال دره مجدها، في الاهلي نادي المجد في الساحات، هو قلعه في الجد يزهو فجرها، في كل يوم يرتقي الدرجات، يبني يؤسس للأقوة مجمعا، في مصر أم الكون والبركات، هي مصر من حملت عظائم أمة منذ الخليقة، وهي فجر آتي فلها أطرز حلة من خافق، ولنيلها تجري الحروف فراتي. وفديت الأهلي وشكرا لكم يا الأهلي. شكرا. احنا شاكرين جدا جدا لحضرتك على هذا التواصل وعلى هذا الإبداع الرائع الحقيقة. الربط الرائع بين الأهلي ومصر، الأهلي نبتة صالحة في أرض هذا الوطن الخصب. شكرا جزيلا يا دكتورة. الدكتورة زينب المحمود الأستاذة الجامعية القطرية في جامعة قطر والأديبة والشاعرة وصاحبة برنامج إذاعي في إذاعة قطر برنامج شعري، أن تكتب مقالة عن الأهلي وتقول كل هذه الأبيات، هي دي قيمة الأهلي.